والشباب سيدخلان هذه المواجهة وعينهما على التأهل للمباراة النهائية يوم الرابع مايو المقبل. كل فريق بالتأكيد يريد الظفر بلقب هذا الموسم، على اعتبار أن لقب البطولة ابتعد عنهما نسبيا لمصلحة مولودية الجزائر. أجواء رائعة وممتازة وجميلة جدا هنا على ملعب نيلسون مانديلا، هذا الملعب الجميل. هنا الصورة لأنصار فريق اتحاد الجزائر الذين جاءوا من كل الأحياء طبعا، والعشاق ومعاقل الفريق الأسود والأحمر وبالتأكيد الأعلام أعلام الفريقين. هنا الصورة في هذا المشهد في هذا التيفو، علم الأعلام طبعا مناصري اتحاد الجزائر في هذه الصورة. الكأس واضحة، يقولون أن الكأس لهم هذا الموسم، والشباب أيضا في المقابل شباب بلوزداد بالأبيض والأحمر يمنون النفس للظفر بالكأس التاسعة. الفريقين مشاهدين متابعين يجمعان 16 لقبا بينهما، فمن سيفوز باللقب طبعا لقب هذا الموسم. إذن سنتابع وإياكم بعد لحظات تشكيلتي الفريقين في هذا الديربي العاصمي الكبير. طبعا شباب بلوزداد الذي خسر في مباراتي البطولة الوطنية ذهابا وإيابا يريد بالتأكيد اليوم في العبان، بينما الحكم الرابع هو يوسف جاموح وحكام الفار. حكم الفار هو مصطفى غربال وبمساعدة أسماء فريال وهاب. يا له من مشهد ويا لها من صورة تأتيكم مباشرة على قنوات التلفزيون الجزائري. هناك مباراة أخرى ولكن على المدرجات بين مشجعي ومناصري الفريقين الاتحاد وشباب بلوزداد. ستكون هناك صورة بالتأكيد تجمع الفريقين الجارين بعلم الجزائر. التضامن طبعا دائما من الأندية الجزائرية مع فريق اتحاد الجزائر ضد ما يتعرض له طبعا من مؤامرات تريد أن تطيح به طبعا خشية من حامل اللقب اتحاد الجزائر. والاتحاد بالتأكيد الكل يقف وراءه من أجل استعادة حقه المهضوم على الصعيد القاري. يا لها من صورة ويا لها من مشهد ويا لها من أجواء رائعة يصنعها أنصار الفريقين شباب بلوزداد واتحاد الجزائر. بعد لحظات الحكم لطفي بوكواسا سيعطي إشارة انطلاق هذه المواجهة الكبيرة. من سيرافق فريق